وظنا يوم فايبريشن ميجرمنت اللي هو قياس الاهتزاز. الاهتزاز مرة يقاس كسعة ومرة يقاس كتعجيل، وكل الاحتمالين ممكن أنه نستخدم الجهاز المناسب لقياس الاهتزاز. وأول أنواع اللي هو الأبسولوت ديسبليسمنت ميجرمنت، مقياس سعة الاهتزاز، اللي هو هذا يتمكن من قياس سعة الاهتزاز لجسم ما، لهيكل ما، ومكون من صندوق أو هاوسينج. هذا الهاوسينج يرتبط مع جسم المراد، معرفة قياس أو معرفة اهتزازه. يحتوي على كتلة داخل، وهذه الكتلة مسندة بنابض ومخمد. ممكن يكون هذا النابض والمخمد من الأسفل، ممكن يكون من الأعلى، ممكن يكون النابض من الأسفل والمخمد من الأعلى، أيا كان. والحركة النسبية ما بين حركة الهاوسينج هذا وحركة الكتلة تدعى بالحركة النسبية، اللي هي هنا مكتوب عليها زد. هاي القيمة اللي هي زد هنا اللي هنا أمامك تدريجات، تكون كنسبة ما بين حركة الكتلة اللي هي مثل ما التسمية تحملها absolute displacement measurement، اللي هي الحركة تتحرك بحركة مطلقة ونسبة إلى الهاوسينج هذا. فمقدار الحركة النسبية هي تقاس نسبة إلى حركة الهاوسينج أو الصندوق الذي يحتوي الكتلة. وبالإمكان معرفة قيمة مقدار هذا اللي هو زد، اللي هو حركة نسبية، باستخدام ترانسدوسر مجس لمعرفة الحركة النسبية ما بين الهاوسينج والكتلة. وهذا ممكن يكون مجس كهربائي. طبعا هنا المجس الأساسي هو الكتلة، الترانسدوسر الأساسي هو الكتلة. الكتلة تتحسس بالاهتزاز، والترانسدوسر الثاني اللي هو مكتوب عليه هنا حرف تي يعتبر ثاني أو ثانوي لمعرفة أو إخراج قيمة زد إلى الخارج. هذه إذا نمثلها ببيس، البيس تتحرك بحركة اهتزازية على شكل هارمونيك موشن، الواي هي تمتلك امبليتود وطور. والبيس هذه المراد معرفة قيمة سعة الاهتزاز الخاصة بها، أو معرفة قيمة الواي. هنا البيس مجهولة الاهتزاز معلومة، يعني المطلوب معرفة قيمتها. والكتلة هذه المستندة على البيس هذه باستخدام نابض ومخمد هي التي بالإمكان أن تتعرف على قيمة الاهتزاز، كي من خلال العلاقات اللي راح نلاحظها، وحتى نكتب العلاقة الخاصة بهذا المقياس أو معادلة الحركة الخاصة بالمقياس. نحتاج أنه نرسم free body diagram للكتلة المتحركة. الكتلة المتحركة يأثر عليها نابض، قوة النابض الستيفنس مضروب في حاصل الفرق ما بين الإزاحة اكس والواي، إضافة إلى قوة التخميد اللي هي عامل التخميد مضروب في فرق السرعة اكس دوت ناقص السرعة واي دوت. الإزاحة اكس تمثل الإزاحة المطلقة للكتلة ام، وكذلك اكس دوت تمثل السرعة المطلقة للكتلة ام، الواي تمثل حركة او إزاحة الجسم المراد معرفة قيمة اهتزازه او سعة اهتزازه، كذلك الواي دوت هي سرعة الجسم المهتز المطلوب قياس اهتزازه. هذه العلاقة اذا نطبقها مع قانون نيوتن الثاني اللي نصه يكون مجموع القوى الخارجية يساوي الكتلة في التعجيل، حصل على هالعلاقة اللي هي رقم واحد. طبعا هذه مكتوبة ب
بشكل مختصر، اكو تفاصيل قبلها لكن انتم تعرفونهم. هاي العلاقة مكونة من X و Y، بالتالي افترض انه هاي العلاقة تكتب بصيغة اخرى، لانه الواي هي المجهولة والاكس حركة مطلقة، وما ممكن انه نتعرف على قيمة الاكس بشكل مباشر، او لا يمكن ان نقيس قيمة الاكس، بل نتمكن من قياس الحركة النسبية اللي هي زد واللي هي مكونة اكس ناقص واي، بالتالي نحتاج الى التعويض عن كل اكس ناقص واي بما تعبير اخر اللي هو زد، فاكس ناقص واي يكون يمثل الحركة زد، والأكس دوت ناقص واي دوت راح يمثل زد دوت، والأم أكس دبل دوت راح تكون ممثلة بأم زد دبل دوت مضاف لها أم واي دبل دوت. وبالتالي إذا نعيد كتابة المعادلة هذه رقم واحد، نحصل على المعادلة رقم اثنين بدلالة متغيرات جديدة أخرى اللي هي بدلالة البارامترز اللي موجودة أساساً M و C و K، إضافة إلى المتغير Z والمتغير الآخر اللي هو الواي اللي يخص الاهتزاز للجسم المطلوب معرفة قيمته. أو بكلام آخر، عندنا الجانب الأيسر يمثل المقدار الذي سنعرف قيمته من خلال المقياس اللي هو Z، والجانب الأيمن هو المقدار الذي نعرف أو المطلوب معرفة قيمته أو ما يسمى بالInput Signal. فإذا عندنا جانبين، جانب خاص بالمقياس اللي يمثل الإشارة الخارجة من المقياس اللي هي قيمتها Z، والجانب الآخر اللي هي إشارة داخلة المقياس. فإذا المعادلة هذه رقم اثنين أو حتى رقم واحد تمثل شيئين، الشيء الأول اللي هو الإشارة الداخلة اللي هو المجهول اللي مطلوب معرفة قيمته واي، والشيء الآخر اللي هو الزد اللي هو المتغير الذي سيظهر من خلال المقياس اللي أمامنا. من أجل أنه نوجد قيمة الزد، فنحتاج إلى إيجاد الحل الستاتيستيك سوليوشن لها العلاقة، واللي ممكن أنه يكون قيمة الزد مكونة من أمبليتود وطور، وقيمة الطور هي ساين أوميغا تي ناقص فاي، باعتبار وجود تخميد ما بين الواي والكتلة، فبالتالي هناك زاوية الطور قيمتها فاي. وإذا نعوض هذا الحل بالمعادلة رقم اثنين، فراح نحصل هنا بهالعلاقة أم في زد كأمبليتود في أوميغا تربيع بالسالب، وكلها مضروبة في ساين أوميغا تي ناقص فاي، وهنا يكون عندك سي في الأمبليتود زد في I أوميغا في ساين أوميغا تي ناقص فاي، وهنا يبقى عندك كي في الأمبليتود قيمتها زد في ساين أوميغا تي ناقص فاي، وهذا يبقى الحل اللي هو هارمونيك بالأساس شكله من الرسم مالتك هارمونيك، فيكون يبقى أم أوميغا تربيع واي ساين أوميغا تي. فبالتالي هاي المعادلة من بعد تعويض الحل هذا اللي هو زد يساوي امبليتود في ساين اوميغا تي ناقص فاي، راح تكون عندك هنا كل الاطراف مضروبه في ساين اوميغا تي، بالامكان انه نقسم على ساين اوميغا تي، ويبقى عندك فقط الجانب الايمن اللي ام اوميغا تربيع في واي، وهنا ام اوميغا تربيع بالسالب في زد، واي سي بالاوميغا بالزد كابيتال، هنا كي زد كابيتال، واي 2 ماينس الزاوية فاي أو ساين ناقص الزاوية فاي. وهنا راح يكون عندك شيئين، الشيء الأول اللي هو ريال مكون من
زد والناقص زد في كي والناقص ام اوميجا تربيع في زد. والشيء الاخر اللي هو الايماجينري اللي يحدث من هذا الترم اللي هي اي اوميجا في زد. فبالتالي قيمه الزد هنا راح تكون مؤلفه من جزئين ريل وايماجينري. الريل تربيع هذا اللي هو كي ناقص ام اوميجا تربيع الكل تربيع، والايماجينري تربيع اللي هو سي اوميجا الكل تربيع، كلهم تحت الجذر. هذول يمثلون الامبليتود للزد، وهذا الام اوميجا تربيع ويا الواي راح يمثلون قيمه الواي. فبالتالي قيمه الزد كامبليتود اللي هي قيمه الحركه النسبيه للكتله نسبه الى الهاوسينج، هذا تعطى بالعلاقه زد تساوي ام اوميجا تربيع في واي مقسومه على هذا المقدار كي ناقص ام اوميجا تربيع الكل تربيع زائد سي اوميجا الكل تربيع. وزاويه الطور فاي هذه تكون قيمتها تان انفرس الايماجينري مقسوم على الريل، والايماجينري هو سي اوميجا والريل كي ناقص اوميجا تربيع. هنا تفاصيل ما دخلت بها لانه التفاصيل هذه انتم سابقا دارسينها. هاي العلاقه اللي هي زد بهالمقدار هذا بالامكان كتابته بصيغه اخرى بالامبليتود ريشيو اللي هي زد اللي هي الاوتبوت من المقياس نسبه الى الانبوت من المقيس او من الجسم المراد معرفه اهتزازه. فنكتبها بهذه الصيغه زد على واي قيمته هنا هالمقدار هذا من بعد ما نقسم على كل الأطراف البسط والمقام على كيف يكون عندك أوميجا على أوميجا أن الكل تربيع، وهنا بالمقام واحد ناقص أوميجا على أوميجا أن الكل تربيع، وهذا اثنين زيتو أوميجا على أوميجا أن التربيع كلها تحت الجذر. وهذه المقادير بالإمكان إعادة كتابتها بصيغة أكثر اختصار اللي هي كل أوميجا على أوميجا أن تدعى بالآر واللي هي نسبة السرعة نسبة سرعة الجسم المهتز المراد معرفة قيمة اهتزازه كسعة نسبة إلى الذبذبة الطبيعية للمقياس. هذا الذبذبة الطبيعية للمقياس فراح تكون هذا المقدار زد على واي بآر تربيع مساوي للآر تربيع على تحت الجذر واحد ناقص آر تربيع الكل تربيع زائد اثنين زيتا آر الكل تربيع. والفاي بالإمكان إعادة كتابتها ب تان انفرس 2 زيتا اوميجا على اوميجا ان على 1 ناقص اوميجا على اوميجا ان تربيع. هذا المقدار اللي هو بالبسط يمثل ايماجينري، هذا يمثل الريل، او تان انفرس 2 زيتا ار على 1 ناقص ار تربيع. هالعلاقه اللي هي زد اوفر واي كامبليتود ريشيو نسبه ازاحه الحركه النسبيه للكتله نسبة إلى الهاوسينج اللي يضمها مقسومة إلى الانبوت اللي هي الامبليتود للجسم المهتز، وكذلك الفاي نسب مع هذه ترسم مع الفريكونسي ريشيو الأوميجا على أوميجا ان أو الار أيا كان شلون تكتبها أنت. فهي الزد إلى الواي كامبليتود ريشيو absolute value، وهذا المحور الأفقي اللي هو أوميجا على أوميجا لعدة قيم من معامل التخمين زيتا مرة صفر مرة ربع مرة نص مرة واحد مثلا. فنلاحظ أنه جميع قيم الزيتا تقترب بعضها من البعض الآخر، وكل هذه القيم تقترب من الواحد من بعد ما تكون عندك نسبة السرعة ثلاثة، أي أنه من نسبة السرعة اللي هي سميناها R أو أوميجا إلى أوميجا N تكون ثلاثة فما فوق، كل قيم التخميد تقترب هذه تنطي كل قيم التخميد تنطي Amplitude Ratio اللي هي Z إلى Y أكثر من واحد. وبالتالي من تكون قيمة Z مقاربة لقيمة Y، هذه قيمة Z مقاربة لقيمة Y، معناها المقياس يعطي قيمة مقاربة
لقيمة الواي، وكلما اقتربت هذه النسبة من الواحد كلما كان قيمة الإرر الخطأ في القياس أقل، أي أنه نسبة الخطأ تكون أقل مع زيادة نسبة السرعة إلى اليمين. وتلاحظها أنه إذا كان نسبة التخميد 7/10 فممكن أن تبدي من نسبة سرعة أقل من 2، حتى من 1.5 تقدر تبدي، أو إذا كان عندك نص وراء نسبة السرعة اللي هي بحدود 2.5 تقدر تبدي. لكن بشكل عام من بعد 3 كل نسب التخميد تنطي نسبة إزاحة الكتلة المستخدمة بالقياس، نسبة هاي الإزاحة زد اللي هي حركة نسبية ما بين الكتلة والصندوق، نسبة إلى حركة البيس أو الجسم المراد معرفة اهتزازه تقترب من الواحد، وهذا هو المطلوب باعتبار أنه من تكون عندك النسبة ما بين الانبوت والاوتبوت قريبة من الواحد معناها الاوتبوت مقارب إلى الانبوت، معناها نسبة الإرر تكون أقل ما يمكن وهكذا. بالنسبة للفارق الطور اللي هو الفيز أنجل فاي، نلاحظ أنه الفاي بالبداية قريبة من الصفر، وكلما ازدادت هذه النسبة كلما اقتربت قيمة الزاوية من 180 درجة بالسالب، أي أن حركة، إذا نرجع للشكل توضيح، حركة الكتلة، هذه حركة الكتلة تكون معاكسة لاتجاه حركة الجسم المراد معرفة اهتزازه، معرفة سعة اهتزازه. وهذا الموضوع أنتم تعرفونه من درسنا الـ single degree of freedom vibration كـ force vibration وليس free، من تكون نسبة السرعة أكثر من واحد يكون عندك اتجاه حركة الجسم المهتز معاكس لاتجاه القوة المثيرة، لكن نسبة الإزاحات تكون مقاربة إلى الواحد، أي من نقول مقاربة للواحد معناها متقاربة القيمة. هذا المدى اللي هو 3 فما فوق هذا ينفع بعملية قياس الإزاحة، عملية قياس الإزاحة أو سعة اهتزاز الجسم المطلوب معرفة اهتزازه. وهذا المقياس يدعى بالفايبروميتر أو سيزموميتر. عادة هذا المقياس يكون ذو ناتشرال فريكونسي قليلة، ناتشرال فريكونسي إلى قليلة، ويكون الكتلة عالية نسبة إلى البارامترز الأخرى اللي هي الكي والسي، ومقارنة الذبذبة الطبيعية مع سرعة الاهتزاز للجسم المراد قياسه، وبكلام آخر مختصر للمقيس، تكون قليلة، الناتشرال فريكونسيها تكون نسبة إلى الأوميجا قليلة، أو إذا نقلبها الأوميجا، هذه الأوميجا للمقيس نسبة إلى الناتشرال فريكونسي للمقياس عالية، فيكون هذا الفايبروميتر، ويستخدم خلي بالك يستخدم لقياس السعة. أما إذا أردت أن تعرف قيمة التعجيل فبالإمكان أنه تستخدم مقياس آخر اللي هو يدعى بالأكسلروميتر، مقياس التعجيل وليس مقياس السعة، مقياس التعجيل اللي هو يفترض أن تكون نسبة الفريكونسي الأوميجا إلى الأوميجا قريبة من الصفر، أقل من الواحد بكثير. وهذه منين جاية؟ جاية من أنه الأكسلروميتر اللي راح نجي نشوف تفاصيله مكون من
الكتلة اللي هي المتحسسة بالاهتزاز بالتعجيل للجسم المهتز، وهذا الشكل الأسود عبارة عن مادة، هذه المادة تدعى بالبايزو الكتريك ماتيريال، هذا من خواصه أنه عند تعرضها لقوة انضغاط خارجية تولد إشارة كهربائية، لكن هذه الإشارة الكهربائية سرعان ما تتلاشى مع الزمن، وهناك نابض، هذا النابض يضغط الكتلة على هذا الكوارتز، على هاي البايزوإلكتريك ماتيريال، من أجل أنه عند تعرض هذا المقياس لاهتزاز أنه الكتلة عند تسليطها أو تسليطها قوة إلى الخارج أو بعيدا عن الكوارتز لا تترك الكوارتز، بحيث أو بكلام آخر بأنه تكون الكتلة دائما تسبب بقوة انضغاط إلى على المقياس هذا، لكن قوة الانضغاط مرة تزداد مرة تقل مع تغير اتجاه التعجيل لهذه الكتلة، وبالتالي الفولتية الخارجية اللي تلاحظ هنا أكو عندك هاي البولز من طرفي الكوارتز، هاي الفولتية راح تكون على شكل ساين ويف، هاي الساين ويف تمثل قيمة التعجيل. هذا النوع يدعى بالكمبريشن مود أكسلروميتر، هناك ما يدعى بالشير مود أكسلروميتر. هنا الماتيريال هذه البايزوإلكتريك تتعرض لقوة قاس، سواء كان قوة القاس ناتجة عن تويستينج مومنت أو عن حركة خطية تولد قوة قاس أيا كان، لكن كل التفاصيل البقية هي مشابهة للكمبريشن مود. هذا الشكل هذا يتطلب ناتشرال فريكوينسي عالية مقارنة مع الفريكوينسي للجسم المهتز المراد معرفة تعجيله. لماذا؟ لكي هذه الكتلة لا يحدث فيها رنين حتى تمنع وصول الرنين للإكسلروميتر، لأن إذا صار به رنين سوف يكون هناك فراغ ما بين الكتلة المتحركة وهذه البايزوإلكتريك، وبالتالي عملية القياس ستكون غير صحيحة، بالتالي النتائج اللي تحصل عليها تكون مخطوئة. ونرجع للعلاقات اللي هو شفناها سابقا ما يخص الفايبروميتر، قلنا الرينج يكون أكثر من 3 أي أوميجا على أوميجا N، وبكل هذا الرينج بحدود الواحد تكون عندك هاي النسبة اللي هي Z over Y اللي هي الامبليتود ريشيو للمقياس نسبة إلى المقيس، الأوتبوت إلى الأنبوت، المقاس ب المقياس نسبة إلى المجهول المطلوب معرفة قيمته. إذا نجي للأكسلروميتر، من عندك تكون الحالة اللي تستخدم بهذا المدى، أي أنه الفريكونسي ريشيو قريبة من الصفر أوميجا إلى أوميجا N قريبة من الصفر، فعندك هذا الترم هذا اللي تحت الجذر هذا اللي هنا موجود هنا بالمقام يقترب من الواحد، فإذا اقترب من الواحد هذا راح تكون الإزاحة مقاربة إلى الصفر، وبالتالي يكون عندك المدى المستخدم بالقياس كقياس تعجيل بهذا المدى اللي هو بالبداية قريب من الصفر. قيمة السعة هنا حقيقة ما أكو سعة لأنهم قياس التعجيل، فالتعجيل الجسم المهتز هو مربع السرعة كفريكوينسي في السعة، وكذلك ما يخص المقياس تعجيله هو السعة مالته مضروبة بالأوميجا N الخاصة بتربيع أو
هذه راح يكون عندك سالب أوميغا إن تربيع في الزت أوف تي، ليست سعة بل هي سعة أو إزاحة في أي فترة زمنية، تساوي ناقص واي أوميغا تربيع في ساين أوميغا تي ناقص فاي، لأنه عندك تخميد فيكون عندك فارق طور ما بين الاثنين. فبالتالي قيمة الزد هذه تكون متناسبة مع التعجيل بالفاكتور، بس أي تعجيل متناسبة مع التعجيل، التعجيل شوف متناسبة مع التعجيل المراد معرفة قيمته، متناسبة مع تعجيل الجسم المهتز الذي يراد معرفة تعجيله، متناسبة بهذا الفاكتور، متناسبة مع التعجيل بنسبة الواحد على الأوميغا أن تربيع، والأوميغا أن هي تعود إلى المقياس. وبشكل عام حتى تعرف هذه العلاقة منين إجت، سرعة أي جسم تساوي كجسم مهتز حركة اهتزازية هي الأمبليتود بالفريكونسي، وكذلك التعجيل يساوي الأمبليتود بالفريكونسي تربيع. نأخذ شيء آخر اللي هو كيفية معرفة السعة بالنسبة للفايبروميتر اللي رسم هذا. هاي القيمة اللي هو مكتوب عليها تي، هذا الترانسديوسر يقيس قيمة الزد، أو قيمة الزد هذه كيف نحصل عليها، هذه هنا أيضا هذا الزد كيف نحصل على هذا المقدار الزد. هنا إما تكون عندك راسمة ترسم، طبعا الراسمة تكون عندك ورق بياني على شكل رولة ويتحرك بسرعة ثابتة، وهنا قلم، القلم يرسم أو يتحرك مع الكتلة فبالتالي تحصل على موجة، أو هذا الترانسديوسر هذا التي يكون بهالصيغة هذه اللي هي أحد الصيغتين. الصيغة الأولى باستخدام بوتنشيوميتر، والبوتنشيوميتر عبارة عن مقاومة كهربائية، هاي المقاومة الكهربائية متغيرة، الفولتية الخارجة من هاي المقاومة الكهربائية تكون متناسبة مع الإزاحة X. وهذا طبعا هذا السلايدر هنا طبعا عبارة عن ملف، وهذا سلايدر، السلايدر ياخذ حركته منا وبالتالي تحصل الفولتية من، تكون الفولتية الخارجة متناسبة مع الإزاحة X، وبالتالي تقدر تحصل على قيمة الزد تخرجها إلى الخارج على شكل إشارة كهربائية، أو باستخدام هذه اللينير فاريبل ديفرنشال ترانسفورمر أو باختصار LVDT. وهذه عبارة عن ملف ثابت تحت فولتية ثابتة، مثار ب فولتية ثابتة، وملف آخر هذا الملف مقسوم إلى قسمين A و B معكوسين بالاتجاه، هذا الملف الثاني والملف الأول، هذا الملف الثاني يتأثر بالملف الأول مع حركة قلب حديدي، هذا القلب الحديدي يربط مع الكتلة المتحركة، فإذا تحرك للأعلى تحصل على فولتية خارجة اسمها V out، وإذا تحرك للأسفل يكون عندك V out لكن باتجاه معاكس، فمع الحركة الاهتزازية أعلى أسفل تحصل هنا على موجة كهربائية متناسبة، سعة الموجة الكهربائية متناسبة مع سعة الاهتزاز. وهي العلاقات اللي تبين لك السبلاي فولتج شلون شكلها، يفترض أن تكون متناوب، والفولتية بالأي شنو قيمتها، والفولتية بالبي هذا شنو قيمتها، والفولتية الكلية تحصل جمع الأي والبي، وهي تفاصيل LVDT هذه. والمفروض إذا كان الموقع الكور بالصفر هنا فالأوتبوت فولتج صفر، وإذا كان للأعلى مثلا موجب يكون للأسفل سالب، وهكذا. في بعض الأحيان أحد مثلا يحتاج يقول أني أحتاج إضافة إلى زد قيمة الأكس، فمنين أقدر أحصل عليها؟ نفس العلاقة السابقة اللي هي رقم 2،
هذه هارمونيك موشن. فاذا تقول الواي هي قيمه الواي اي كامبليتود وهذا الطور اللي هو اي تو اي اوميجا تي، وكذلك الزد مكون من امبليتود وطور اي تو اي اوميجا تي ناقص فاي، تعوضهم هنا بهاي العلاقه تحصل على هاي العلاقه اللي هي من بعد تعويض كل واحد من عندهم هنا بالتعجيل مره وبالسرعه وبالازاحه. هذه بالامكان ان ايضا تختصر الاي تو اي اوميجا تي من كل الاطراف، فيبقى عندك فقط الام اوميجا تربيع بالسالب والاي سي اوميجا والكي مضروبين كلهم بالزد اي تو اي فاي بالسالب، وهنا الطرف الثاني ام واي اوميجا تربيع. تقدر تحصل على نسبه الزد الى الواي اللي هي الامبليتود ريشيو مع الطور اي تو اي فاي بالسالب يساوي ام اوميجا تربيع على كي ناقص ام اوميجا تربيع زائد اي سي اوميجا اللي هي مشابه للسابق ونفس المقدار. هذا تقدر تكتبه هذا ايضا كامبليتود ريشيو، مو بس طور لا كامبليتود ريشيو وحدها ممكن تكون بهالصيغه اللي هي طبعا هنا عندك الريل تربيع زائد الايماجينري تربيع تعجد الجذر. ونعرف احنا الزد علاقته ويا الاكس والواي شنو، الاكس يساوي زد زائد واي او قيمه الزد هي الاكس ناقص واي، وقيمه الزد نعرف شنو قيمتها والواي نعرف قيمتها شنو. الزد هاي قيمتها هالمقدار الزد هذه قيمتها امبليتود اي تو اي اوميجا تي ناقص فاي، والواي قيمتها واي كامبليتود اي تو اي اوميجا تي. نعوض ذن القيمتين ثنيان بهنا كل واحده مكانها، الزد نعوض عنها والواي نعوض عنها، فتحصل على هاي المقدار. زين الزد بدلاله الواي شنو من هاي العلاقه؟ قيمة الزد من هاي العلاقة يساوي واي في هذا المقدار، أو إذا زد ويا الطور الواي في هذا المقدار. هذا نجيبه وين؟ هنا نفس المقدار هذا، شوف ذات العفو. قيمة الأكس راح تكون قيمتها أم أوميجا تربيع أنا كي ناقص أم أوميجا تربيع، هذا كريل وهذا الإيماجينري، وياها الواي وزاوية الطور، وهذا المقدار اللي يمثل ينطي الطور مع الزمن. هذا هنا الطور مع الزاوية، هذا الطور مع الزمن. إذا تحتاج بس الامبليتود كأكس فمن هاي العلاقة راح تكون المفروض أنك ريل تربيع وإيماجينري تربيع تحت الجذر، وهذا الإيتو آي فاي ينتهي باعتبار أنه قيمته بالامبليتود قيمته واحد، وهكذا تحصل على قيمة الأكس. نرجع إلى مثال أو مثال نأخذ أمثلة على الموضوع. المثال الأول نقرأ: A vibrometer having a natural frequency of 4 radians per second and is attached to a structure that performs a harmonic motion. على أن الستركتشر ما نعرف هذا الستركتشر شنو، بناية ممكن يكون محرك سيارة يشتغل ممكن يكون مولد وهكذا، هذا ينطي هارمونيك موشن حركة اهتزازي على شكل هارمونيك. If the difference between the maximum and minimum recorded values is 8 millimeter. هسه نروح نشوف شنو recorded. Find the amplitude of motion of the vibrating structure when the frequency is 40 radians per second. الفريكونسي هاي معناها للجسم المهتز. هذا المقدار اللي هو يقول عنه 8 مليمتر، نسبة أو الفرق ما بين أقصى حد يوصل الزد من الأعلى وأدنى حد. إذا نشوف هذا الواي، الواي أقصى حد هذا هنا والواي بالأدنى حد هالمقدار هذا. إذا نقول الزد أيضا هارمونيك، أقصى قيمة وأدنى قيمة، الفرق ما بين أقصى قيمة وأدنى قيمة بالموجة إذا كان 8 فمعناها الأمبليتود قيمتها نصف هذه القيمة اللي راح تكون قيمتها 4 مليمتر. فبالتالي قيمة الزد 4 مليمتر، وهنا بالإمكان أن إذا ما منطق قيمة التخميد ممكن تفترض أي قيمة. فمثلا على سبيل المثال مفترض 3 من 10 قيمة عامل أو معامل التخميد، ونسبة السرعة اللي هي الآر اللي هي الأوميجا على الأوميجا، الأوميجا منطيها 40 راديوس بير سكند والناتشرال فريكونسي قيمتها 10، فبالتالي الآر قيمتها 10.
فالزاد حسب العلاقة هاي اللي قبل شوي شفناها هي ال y في ال r تربيع على هذا الجذر، وال y ال r عندك 10 وتحت الجذر الكل r قلنا قيمته 10 والزد 0.3، فتحصل على قيمة ال z، هذا الزد نسبة إلى ال y 1.00825 أو الزد over y 1.00825. الزد تعرف قيمتها اللي هي 4، فبالتالي قيمة الواي راح تكون معروفة اللي هي زد مقسومة على هذا المقدار، فقيمة الواي هي زد على المقدار هذا، فتكون قيمة الزد 4 على 1.00825 تنطي 3.967 اللي هي سعة اهتزاز الجسم. عادة هذه الواي يطلق عليها المجرند، المقيس أو المطلوب معرفة قيمته، أو الترو فاليو هذا المقاس، الأوتبوت من المقياس. مثال آخر، an accelerometer has a suspended mass of 0.0 kilogram. هنا كتلة الأكسلروميتر، مو كل الكتلة للأكسلروميتر، فقط الكتلة المتحركة بالأكسلروميتر هي 10 غرام، with a damped natural frequency of vibration 150 هرتز. ليست الـ natural frequency بل damped natural frequency. when mounted on an engine، هذا الأكسلروميتر وضع على محرك، undergoing an acceleration of 1G، المحرك هاي الماكينة أثناء تشغيلها شغلها تنطي تعجيل 1G معناها 9.81 متر بالثانية، at an operating speed of 3500 بهاي السرعة 3500 دورة بالدقيقة، يكون عندك هذا التعجيل للمحرك اللي هذا الواقع هو الترو فاليو او الانبوت سيجنال. فهنا عنده هذه السرعه اللي هي 3500 دوره بالدقيقه، الاكسلروميتر سجل قراءه قيمتها 9.5 متر بالثانيه تربيع. هذا المقدار 9.5 هو القيمة المسجلة أو القيمة التي قرأت من المقياس من الأكسلروميتر. هذا المقدار اللي هو 1G هذا الترو فاليو أو المجرند أو التعجيل الواقعي الحقيقي للمحرك، لكن هذا الذي تم قياسه باستخدام المقياس هذا. find the damping constant and the spring stiffness of the accelerometer. هنا بس مجرد إذا حصلت على قيمة الـ natural frequency تقدر تحصل على هذا المطلوب اللي هو السبرينج باعتبار الكتلة موجودة. فنحتاج إلى بعض العلاقات اللي نحتاجها، وشفنا العلاقة اللي تربط تعجيل الأكسلروميتر مع تعجيل المحرك أو الجسم المراد معرفة قيمته بهالمقدار هذا، هاي العلاقة العامة. ونعرف أنه تعجيل المقياس اللي هو زد بالأوميجا أن تربيع، تعجيل المقياس مقسوم نسبة إلى تعجيل الجسم المراد قياس تعجيله، هنا المحرك اللي هو أوميجا تربيع، يدعى المجرد فاليو باعتبار أنه هذا المقياس يعطي هذه القيمة، وهذا قلنا الترو فاليو. المجرد فاليو 9.5، الترو فاليو 9.81، او هذا تقدر تكتبها بصيغه اخرى. اذا تذكرون قلنا هذا الجذر هذا بنسبه الفريكونسي القليله يؤول الى الواحد، فاذا 1 ناقص ار تربيع الكل تربيع زائد 2 زيتا ار الكل تربيع، هذا يساوي هذه النسبه اللي هي هنا طبعا مقلوب
هاي النسبة مقلوب 9.5 على 9.81، باعتبار هذا المقدار لو كان 1 على يكون صحيح، لكن هنا المقلوب، فهذا النسبة اللي هم مقلوب هاي النسبة، مقلوب هاي النسبة تساوي هذا المقدار. زين، هذا المقدار ايش عندك؟ عندك بي ار اللي هو الفريكونسي ريشيو، والزيتا اللي هي معامل التخميد، مجاهيل اثنين بعلاقة واحدة ما تقدر تحصل على القيمتين، فبالتالي تحتاج تروح الى شيء اخر. شوف الاشياء، المعطيات اللي عندك، المعطيات اللي عندك سرعة المحرك اللي هي الاكسايدنج سبيد 3500 دورة بالدقيقة، وفي تضربها في 2 باي على 60 راح يكون عندك راديانس بير سكند، ومنطي الدامت فريكوانسي ناتشرال فريكوانسي 150 هرتز، ايضا اذا تحولها الى الراديانس بير سكند هذه تضربها في 2 باي. قيمة الدامت ناتشرال فريكوانسي قيمة الاوميجا ان في 1 في مضروبة في تحت الجذر، هذا كلها مضروبة في 1 ناقص زيتا تربيع تحت الجذر، هذا المقدار هذا. إذا تلاحظ أنه الأوميجا دامت قيمة أوميجا أن في 1 ناقص زيتا تربيع، ما منطي أوميجا أن، منطي أوميجا دامت قيمتها 150 في 2 باي، تصير عندك راديوس بير سكند، فتقدر تحصل على هاي القيمة الفريكونسي رانشو أوميجا إلى أوميجا سب دي وليس أوميجا أن. زين، هذا الأوميجا هذا مقدارها، والأوميجا دي ممكن كتابته بهالصيغة اللي هي أوميجا أن في 1 ناقص زيتا تربيع، فراح تكون عندك هاي النسبة أوميجا على أوميجا أن في 1 ناقص زيتا تربيع، هاي كلها تمثل أوميجا دي، وهاي معروف قيمتها 942.5، وهذا طبعا الناتشرال فريكونسي هذه، وهذا المقدار الأوميجا هذا، فراح تكون عندك نسبة الآر إلى هذا المقدار اللي هو 1 ناقص زيتا تربيع، لأنه الأوميجا على الأوميجا أن، هذا الأوميجا شوف إذا شلون صارت هذه الأوميجا على أوميجا أن هي R، وهذا يبقى المقدار هذا، فالR على المقدار هذا يساوي هاي الأرقام القيم عندك واللي قيمته 0.666، فمن هالمقدار هذا راح تكون عندك قيمة الR 0.666 في 1 ناقص زيتا تربيع. هالعلاقة رقم بي أيضا تحتوي على مجاهيل اثنين، ما ممكن أن تحصل المجاهيل اثنين بعلاقة واحدة، إذا تعوض هاي البي بالعلاقة أي، هالعلاقة بها R وزيتا، والعلاقة الثانية بي بها أيضا R وزيتا، فتحصل على علاقة تنطيك زيتا من الدرجة الرابعة اللي هي زيتا اس 4 مع معاملاتها وزيتا تربيع، وتحصل منها علاقة على زيتا تربيع وزيتا تربيع تجذرها مرة ثانية، تحصل على قيمتين. طبعا بالمناسبة هنا الزيتا ما ممكن تكون سالبة، لأنه معناها ماكو تخميد، أو معناها اكو فورسينج معناها، فقيمة الزيتا يفترض ولا إيماجينري، فهي أبسوليوت فاليو لها قيمة معينة ك أندر دامت موجودة ما بين قيمتها ما بين أكبر من صفر وأقل من 1. هنا عادة يكون عندك التخميد المفضل أقل من 1، فكان عندك قيمتين نتيجة هالعلاقة، واحدة 725 بالألف وواحدة قيمتها 0.955 بالألف، فما تاخذ الأكبر تاخذ الأصغر، لو هاي الثانية طلعت أكبر من 1 ما يصير تاخذها، النتائج تكون عندك غير دقيقة. لو كان هاي أقل من الثانية مثلا أفرض 6/10 ممكن تاخذ 6/10، الأمر إليك. فهالمقدار هذا أنه تاخذ قيمة الزيتا 725 بالألف، هذه إذا ترجعها بهالعلاقة هذه اللي هي أوميجا سب دي تساوي أوميجا أن في 1 ناقص زيتا تربيع، الأوميجا دي معروفة قيمتها اللي هي 942.5 راديانس بير سكند، تحصل وهذا الزيتا أصبحت معروفة، فتكون عندك الأوميجا أن معروفة، قيمة الأوميجا أن راح تكون أوميجا دي على هذا المقدار وقيمتها معروفة.
إذا حصلت الأوميجا إن انتهى موضوع قيمة الاستفنس، باعتبار أنهم الأوميجا إن هي الكي على الأم تحت الجذر، فتقدر تحصل على قيمة الكي من علاقة أم في أوميجا إن تربيع، وهذه المقادير اللي تخص الكي. قيمة السي منها العلاقة اللي هي 2 أم أوميجا إن تمثل السي كريتيكال، وهذا الزيتا، فالسي كريتيكال بالزيتا تنطي السي، أو الزيتا تساوي السي على السي كريتيكال، وهذا الاثنين أم أوميجا إن مثل السي كريتيكال. إحنا ما نريد، ما مطلوب من عندك السي كريتيكال، مطلوب السي، فبالتالي قيمته 2 أم أوميجا إن في زيتا، وهذا المقادير عندك، فتكون عندك قيمة التخميد أصبحت معروفة. فالبارامترز اللي مطلوبة كان عندك أو اللي طلبها حصلت على قيمها.